عليكم يا جماعة، عاملين ايه؟ الفيديو بتاع النهاردة انا هشرح ايه هو الانسبل بلاي بوك وبستخدمه ازاي وايه الفرق ما بينه وما بين الانسبل. الفيديو ده انا مش هشرح الانسبل، انا هشرح الانسبل بلاي بوك، وفي فيديو تاني هيبقى هيتشرح فيه الانسبل لوحده. اوكي طيب، احنا الفيديو اللي فات عملنا ايه؟ كان عندنا ابليكيشن، الابليكيشن ده رحنا حطينا جنبه كده دوكر فايل، ورحنا عملنا ايه، استخدمنا كذا كوماند كده، حوالي 4 أو 5 عشان خاطر نعمل الايمج ونعمل الكونتينر اللي احنا عايزينه. رحنا اول حاجة عملنا دوكر بيلد، وبعد كده عملنا دوكر بيلد عشان اروح ابول الايمج واروح اكوبي الابليكيشن جوه الايمج، وتاني حاجه استخدمنا دوكر ران عشان خاطر اقدر ران الكونتينر. وكان في جزء كده لما جينا نران كونتينر بنفس الاسم اللي انا كنت عملته قبل كده ما نفعش، واضطرينا ان احنا نستخدم دوكر ار ام عشان خاطر نريموف الكونتينر الاول قبل ما نعمل كونتينر تاني. وبعدين رحنا نعمل استخدمنا دوكر ار ام اي عشان نريموف الايمج لما جينا نبيلد واحده من اول وجديد. فاحنا في الحاله دي استخدمنا 4 كوماندز. تمام، الانسبل بلاي بوك بيعمل ايه؟ الانسبل بلاي بوك ده عباره عن فايل انا بحطه هنا في نفس الدايركتوري ده كده، يبقى .yml يعمل او .yml كده، مش فارقه الاثنين هيبقوا شغالين عادي. الفايل ده انا بكتب جواه ايه بقى؟ بروح اكتب جواه الكوماندز دي كده كلها ورا بعضها، اشوف انا عايز اعمل ايه. عايزه الاول مثلا يتاكد اذا كان في الايمج دي اوريدي موجوده ولا لا، ولو موجوده يعمل لها ريموف، وبعدين يتاكد اذا كان في كونتينر بالاسم ده ولا لا، ولو موجود يعمل له ريموف، وبعدين يروح يبيلد الدوكر فايل من اول وجديد، وبعدين يروح يران الكونتينر. بعمل كل ده بكوماند واحد بس، انسبل بلاي بوك، وبعدين بكتب اسم الفايل ده اللي هو انسبل بلاي بوك دوت يامل، انسبل playbook.yml. مجرد ما بكتب الكوماند ده كده هو بيروح يعمل كل الكوماندز دي. طب ايه الفرق ما بينه وما بين الانسبل بس؟ الانسبل بس ده بستخدمه لما يكون عندي كذا دوكر فايل عايز اعمل لهم بيلد، وانا اصلا ينفع يكون عندي كذا دوكر فايل في ابلكيشن واحد واقدر اعمل لهم كلهم بيلد. ينفع. طب هل ينفع يكونوا موجودين في نفس الدايركتوري؟ لا ما ينفعش. خلينا نوضح الموضوع ده كده. احنا قلنا مثلا احنا عندنا الابليكيشن اهو، والابليكيشن ده نستخدم PHP MySQL وApache. تمام، بروح اعمل دوكر فايل لكل سيرفيس انا محتاجها في الابليكيشن ده. انا محتاج PHP، هعمل دوكر فايل هنا كده اقول له روح اعمل لي بول للبي اتش بي، واعمل عليها انستول بقى الكومبوزر، انستول عليها اي حاجه، وبكتب الكلام ده في الدوكر فايل ده. وبروح اعمل فايل تاني دوكر فايل برضو بنفس الاسم وكل حاجه، بس بحطه في دايركتوري تاني، يعني بعمل فولدر مثلا تاني ماي اس كيو ال كده جوه البروجكت، و احط جواه الدوكر فايل. ونفس الكلام هنا بعمل دوكر فايل تالت. تمام، طيب انا دلوقتي عملت، احنا اول مره عملنا دوكر فايل واحد ورحنا قلنا له دوكر فايل بيلد، واستخدمنا دوت في اخر عشان خاطر ان انا واقف في الكرنت دايركتوري، فقلنا له دوكر بيلد ونقطه كده على اساس ان انا واقف في نفس الدايركتوري ده.
طب انا لو حاطط كذا حاجه في دايركتوريز مختلفه، يعني حاطط ده جوه الابلكيشن، حاطط ماي اس كيو ال في حته تانية، وحاطط اباتشي ده مثلا اللي بره بس. طيب انا في الحاله دي ببني الدوكر فايل ازاي؟ ببني الايمج بتاعتي ازاي باستخدام التلاتة دول؟ بروح اعمل فايل كده اسمه دوكر كومبوز دوت يامل. انا النهارده مش هشرح انسبل، انسبل هيبقى مشروح في فيديو تاني، انا بس بديكوا فكره واقول لكم الفرق ما بينه وبين الانسبل بلاي بوك. فالدوكر كومبوز يامل ده انا بكتب جواه ايه؟ ده بيبقى فايل محطوط جنب الدوكر فايل مثلا بره كده في الابلكيشن. بكتب جواه ايه الدوكر كومبوز ده؟ بروح اقول له روح بيلد الايمج اللي موجوده في الدايركتوري ده، وروح برضو بيلد الايمج اللي موجوده في الدايركتوري ده، وروح بيلد الايمج اللي موجوده في الدايركتوري ده، وفي لاين جوه كل واحد منهم كده بكتب فيه ان ده ان البي اتش بي ديبندس على ماي اس كيو ال، وماي اس كيو ال ديبندس على اباتشي. فبالتالي هو بيكريت لي في الاخر ايمج واحده فيها التلاتة دول، الماي اس كيو ال والاباتشي والبي اتش بي. ومن الايمج دي بقى بروح اعمل الكونتينر. هنشرحه بالتفصيل عملي في فيديو تاني، بس الفيديو ده حبيت اقول لكم الفرق ما بينه وما بين الانسبل بلاي بوك والانسبل، وهنخش في الجزء العملي عشان اوريكم ازاي بنعمل الانسبل بلاي بوك. دلوقتي هنكمل الجزء العملي بتاع انسبل بلاي بوك. تمام، خلينا نفتح نفس البروجكت اللي كان معانا المره اللي فاتت، اللي هو ال coming soon ده ويب بيج كده بسيطه خالص. رحنا احنا عملنا دوكر فايل، قلنا له يروح يبول ايمج بتاعه الاباتشي، وقلنا له يكوبي البروجكت اللي هو coming soon ده جوه الاتش تي دوكس بتاع الاباتشي عشان خاطر نقدر تشغله لوكال. تمام، خلينا نشوف كده الايمجز اللي عندنا. ايمجز دلوقتي الابلكيشن ده مش موجود عندنا هنا في ايمجز، وما فيش، وبرده مش موجود في اي كونتينر ولا في اي رانين كونتينر. تمام كده، بروح انا اعمل ايه؟ باجي هنا في نفس الدايركتوري ده كده وهعمل فايل جديد. تمام، هسميه انسبل بلاي بوك دوت يامل. اوكي، هكتب فيه ايه بقى الفايل ده؟ اول حاجه كده بعمل 3 داشز كده فوق، وبعدين هنزل في اللاين اللي تحتيه برضو هرجع كده وداش كمان. الانديكيشنز او المسافات هنا في الفايل ده مهمه جدا جدا، لو في سبيس او تاب معموله غلط الفايل مش هيرن. وفي هنا في الفيجوال ستوديو كود في بلجن اسمه اندنت رينبو، هو ده اندنت رينبو ده، بنصح يعني تنزلوه، لان هو مجرد ما تعمل سيف هو هيظبط الانديكيشنز بتاعت الفايل، ويبقى حتى شكل الكود شكله ريدبل يعني سهل للتقريب. فقلنا هنعمل 3 داشز وبعدين داش هنا في اللاين اللي تحتيها، وقدام الداش دي هنروح كاتبين نيم. احنا هنعمل ايه في الفايل ده؟ احنا هنقول له build، احنا هنعمل build لكونتينر with ansible. اوكي، هاجي هنا برضو تحت النيم وهقول له hosts عشان انا هرن الموضوع ده locally، فهكتب local host. خلي بالنا برضو بالindication هو هيبان الالوان، بس الفرق اول ما عملت space هو هيبان هنا. وهاجي هنا بعد كده اقول له تاسكس، انا عايز ايه التاسكس اللي ترن هنا، وابدا بقى اكتب. اول تاسك هقول له هنا داش، اسيب برضو سبيس، وبعدين اول تاسك اسمها ايه التاسك دي؟ التاسك دي هقول له روح اعمل بيلد للدوكر ايمج فروم. تمام،
والكوماند اللي عايزه يرن اسمه ايه؟ دوكر بيلد داش تي تاج، هديها اسم للايمج اللي انا عاملها، وتعالى نسميه انسبل داش ايمج. اوكي، ودوت عشان دايركتور. خلينا نبدا بس بحاجه بسيطه كده وبعدين نرجع نكمل. طيب بكتب ايه انا بقى هنا؟ احنا اتفقنا، احنا قلنا ما عندناش ايمج اهو لسه خالص. خلينا نروح نعمل انسبل داش بلاي بوك، وبعدين هكتب. اول ما اكتب كده هو هيقرا على طول ان في فايل انسبل. لو عملت داش داش تشيك ده مش هيروح يبيلد، هيروح بس يوريني البروسيس ايه اللي هيحصل فيها. لو عملت تشيك كده عمل ايه؟ راح شاف هنا build container with ansible، ده اسم الفايل اللي احنا هنعمله. وبعدين هنا راح ده هنا ده local host. وبعدين اول task اسمه ايه؟ docker build image from docker file local host recap. قال لك هنا اوكي 1، يعني في step واحدة 1 وتعمل لها skip لان احنا كنا بنعمل check. اوكي طيب، لو انا بقى عملت كده وشلت التشيك دي كده، هيروح يكريت وهيقول لي هنا changed one. اوكي طيب، تعال نشوف كده الدوكر images، ادي الايمج اتعملت. اوكي طيب، لو انا بقى عايز اعمل كذا كوماند بنفس الطريقة، نكوبي ده زي ما هو كده زي ما هو، ونيجي ننزل تحت بس تحتيه بالظبط ونعمل كده. طيب انا دلوقتي عملت الايمج، تاني حاجة عايز اعمل ايه؟ عايز اقول له run container from ansible image، ده كده اسم التاسك. هاجي اقول له docker run داش دي ديتاتش، قلنا عشان خاطر يفضل سايب لي التيرمينال مفتوحة ويرن في الباك جراوند. اقول له على بورت خلينا ندي الاول، ندي الاول اسم نيم للكونتينر ده انسبل كونتينر داش داش بي بورت بورت 87، وبعدين من الايمج اللي اسمها انسبل ايمج. اوكي فانا كده خليته يروح يبيلد الايمج دي ويروح يرن الكونتينر. تعال نشوف كده هو هيشتغل ولا لا اصلا. تعال نعمل تشيك كده، تمام اشتغل. طيب تعال نعمل كده، تمام. لو عملت docker images موجودة هي زي ما هي، docker ps-a او في container اتعمل. تعال نشوفه running ولا لا. الكونتينر running، تعال نفتح البراوزر هنا local host 87، الويب سايت اشتغل. اوكي طيب، لو فاكرين المرة اللي فاتت لما انا جيت دلوقتي، لو انا جيت دلوقتي اعمل نفس الموضوع ده تاني مش هيعمل، لان هيجيب لي ايرور لان الكونتينر ده موجود بنفس الاسم، انا محدد هنا الاسم. طيب تعالوا كده نجرب كده تشيك، شوف كده ايه اللي هيحصل. طيب تعالوا نرن كده، بصوا كده عمل ايرور عند التاسك دي، يعني اول تاسك تمام بيعمل ايرور عند التاسك دي. ليه؟ لان اوريدي في كونتينر موجود بنفس الاسم. طيب انا عايزه يتاكد ان في هل في كونتينر بنفس الاسم ده ولا لا قبل ما يروح يكريت الكونتينر، وهل في ايمج اوريدي موجوده ولا لا عشان ما يقعدش كل شويه يعمل بيلد لايمج من اول وجديد. عايزه يشوف الاول اذا كان في ايمج موجوده ولا لا او كونتينر ولا لا. طيب
خلينا ناخد نفس فكده ونقول له هنا stop running container اللي هو انسبل container. تمام، بروح اقول له ايه هنا docker stop انسبل container. اوكي، طيب بعد ما اعمل له stop انا عايزه يريموف الكونتينر ده، واخد برضه كده وهقول له remove انسبل container docker rm انسبل container. طيب بعد ما يريموف برضو يشيل الايمج اللي موجوده، عشان لو احنا عاملين اي نيو فيتشر في الابلكيشن وجينا نعمل بيلد ما يستخدمش البيلد القديم. طيب ريموف انسبل ايمج دوكر ار ام اي انسبل ايمج. بعد كده بقى يروح يبيلد كونتينر من اول وجديد، يبيلد الايمج من اول وجديد، وبعدين يروح يرن الكونتينر. اوكي، تعالوا كده نجرب نشوف هو هيعمل ايه. طيب تعالوا نرن كده. طيب هو عمل ايه دلوقتي؟ راح عمل ستوب للكونتينر، وبعدين عمل له ريموف، وبعدين راح عامل ريموف للايمج، وبعدين راح عمل بيلد للدوكر فايل، وبعدين راح مرن الكونتينر. في كل حاجة تمام، مفيش حاجة فيلد. طيب تعال نشوف كده دوكر بي اس. طيب تعال نرفرش ده كده نشوفه هيفضل شغال ولا لأ. هيفضل شغال. طيب لو افترضنا ان انا رحت لوحدي كده، رحت عامل ستوب للكونتينر هنا من بره. اوكي، رحت رايح دوكر ار ام، رحت شايل الكونتينر، و فانا دلوقتي ما عنديش كونتينر عشان يعمل له ستوب، ولا عندي الكونتينر موجود عشان يعمل له ريموف. طيب هو لما يجي بقى يعمل الستيب دي هيحصل ايه؟ تعالوا كده نجرب، تعالوا نشيك كده الاول نشوف هيقول لنا ايرور ولا لا. طيب هو ما قالش هنا، تعالوا نجرب نرن على طول. طيب هو جه هنا عمل ايرور ووقف خلاص، ما كملش من اول تاسك. جه هنا ستوب رانينج انسبل كونتينر، عمل ايرور لان مش موجود الكونتينر ده، ووقف وما كملش يعني ما مشيش. طب انا لو عايزه يجنور الحته دي، يعني هو دلوقتي هيشوف اذا كان في كونتينر رانينج، ولو موجود يعمل له ستوب، ولو مش موجود يجنور التاسك دي ويخش على التاسك اللي بعدها. بروح اعمل هنا تحت كوماند اقول له ايه، اجنور اندرسكور ايرورز ونقطتين يس. ودي هي كده بالظبط. فكده هو لو راح يعمل ستوب وما لقاش كونتينر هيكمل، راح يعمل ريموف ما لقاش الكونتينر هيكمل. طب جه يعمل ريموف الايمج ما لقاش الايمج برضو، عايزينه يكمل. اوكي، وبعدين روح بقى اعمل بيلد تاني واعمل ايه كونتينر تاني. تعالوا نرن كده تاني. احنا ما عملناش سيف، نعمل سيف كلير سكرين ونرن تاني. خدتوا بالكم هو هنا عمل ايه؟ جه عند ستوب كونتينر ملقاش، اجنور، دخل على ريموف ملقاش، اجنور، جه يعمل ريموف الايمج لقاها، عمل لها ريموف ومعندناش حاجة فيه. لو جينا نعمل دوكر بي اس
اهو كونتينر رانينج. لو فتحنا كده نعمل ريفرش الكونتينر رانينج. طيب انا عايزه بقى ايه؟ اكتب فيه كل حاجه. انا عايزه كمان بعد ما يبيلد الايمج هنا كده عايز يروح يعمل لها تاج ويروح يعمل لها بوش على دوكر هاب. فاكرين لما عملنا بوش للايمج دي على دوكر هاب؟ تعال نفتح كده نشوف اهي الايمج دي. طيب احنا عايزين بقى نعمل بوش عليها تاني. نعمل كده تاج نقول له دوكر تاج انسبكتش ايمج وعايزين نخليها اسمها كده. اوكي طيب كده عمل تاج للايمج. وبعدين روح نعمل كومنت كمان نقول له push image to docker hub docker push و اسم الاكونت واسم الريبوزيتوري اللي انا هبوش عليه. اوكي كده تمام. تعال نكلير سكرين. تعال نرن ده كده تاني. سيف الاول. تعال نرن كده. حد دلوقتي تمام. طبعا لازم تكون عامل دوكر لوجن في التيرمينال قبل ما تعمل بوش عشان خاطر هو يبقى عارف الاكونت بتاعك اللي انت هتبوش عليه. ممكن ياخد وقت شوية فخلينا نبوز هنا ونكمل أول ما يخلص. تمام دلوقتي خلص عمل بوش للإيمج وعمل كمان رن للكونتينر. ممكن نعمل كده إيمجز هنلاقي الإيمج اللي احنا عملناها في الأول وبعدين ده التاج الإيمج اللي عملناها تاج عملنا دوكر بي اس هتلاقوا الكونتينر رانينج لسه دلوقتي. و تعالوا نشوف كده على دوكر هاب برضو ادي على دوكر هاب من دقيقة واحدة لسه عاملين بوش على الريبوزيتوري دي امانتكو. فده كده باختصار كان ايه هو الانسبل بلاي بوك وازاي بيسهل علينا كوماندز كتيرة بنستخدمها في الدوكر. أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، ولو عجبكم ياريت تضغطوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان أنا كل أسبوع هنزل فيديو، هحاول كل أسبوع أنزل فيديو يشرح تول من تولز الديف أوبس. وإن شاء الله خلال شهرين تلاتة لو ذاكرتوا الفيديوهات اللي أنا بحطها دي تقدر تلاقي وظيفة في الديف أوبس. شكرا جدا، مع السلامة.